قصيدة في رثاء أم الشيخ يوسف العطير رحمها الله تعالى، كلمات بلال بن محمود عدار الجزائري. رحلت ونرجو رحمة الرحمن هي أم يوسف شامة النسوان. رحلت ونرجو رحمة الرحمن هي أم يوسف شامة النسوان. فجع الرجال كذا النساء وصبية عظم المصاب فجادت العينان. دفنت بفجر للخميس بغرقد وبعاشر الشوال ثم اثنان. في عام ألف ثم رابع قرننا زد أربعين وواحدا ببيان. جمعت فضائل للمعالي قد سمت ومحبة للجود والإحسان. تشد المكارم والزهادة والتقى قد عمرت في طاعة الرحمن. وسلامة للصدر أورث حبها سلمت من الأحقاد والأضغان. أخلاقها عذب وكانت سالمة من سوء أخلاق ومن بهتان. ولسانها رطب بذكر إلهها قد جنبته مزالق العصيان. وصلاتها بالليل ورد لازم وبسحره استغفارها بلسان. وصلاتها للناس بر دائم وكذلك الإكرام للضيفان. وصيامها للبيض بهجة روحها وخميسها واثنين ملتزمان. وصل القرابة قربة ترجو بها رحما موصلة رضا المنان. وبمالها حق لقاصد نولها وكذلك المكلوم بالحرمان. ومساجد ومدارس التحفيظ قد دعمت فبرت حامل القرآن. لقب غدا في رسمه متوهجا بسماء مجد ظاهرا لعيان. وشعارها صبر لضر مسها ودثارها التحميد بالشكران. وإذاعة القرآن خير جليسها في غدوة وعشية بزمان. وكأنما أم ليوسف وابنها روح وضم جميعها جسدان. كانت معانسه وقرة عينه إن غاب عنها صار كالولهان. هي سعده في ذي الدنا هي كهفه ومقيل روح حازه بأمان. فزع إلى المنان إن هي أمرضت بتصدق وبكثرة الإحسان. وطعامه دوما بسفرة أمه تغذوه عطفا يغذها بحنان. في النائبات تزيده في صبره وتداويه في سقمه بتفاني. إني أعزي يوسفا في أمه فقد الحنان وراحة الوجدان. يا أبا محمد اصبروا في فجعة ولتبشروا ببشارة الرحمن. فالخطب خطب مفجع في وقعه هو باعث الأوجاع والأشجان. لكن ذكركم لموت نبينا تسلو به عن طارق الأحزان. وكذاك تسلو باستدامة أجرها ولحوق بر بعدها بضمان. بوجود ابن صالح يدعو لها وبوصل ود الأم كل أوان. رابطت عمرك جاهدا في برها كنت المثال لباذل الإحسان. عاشت منعمة بقربك دهرها وبحجركم فاضت إلى الرحمن. رحلت وراضية ببرك دائما جازاك ربي جنة الرضوان. كان انقضاء حياتها في طابة وجنازة وبمسجد العدنان. من بعد إكمال لشهر صيامها وقيامها المعهود في رمضان. أبشر بناس يلهجون بمدحها شهداء رب
في ربى البلدان، وأحبة عزوك فيها عدهم ينأى عن التعيين والحسبان. هذه الدنا ليست بدار إقامة، فقد الحبيب مشيئة الديان. ورجاؤنا جمع الرحيم لشملكم في دار خلد جنة الرضوان. نور إلهي قبرها واجعل له نفحات روح من رياض جناني. أنزل عليها رحمة وسلامة بركاتها تترى مدى الأزمان. واجمع قرابتها بها في جنة والمؤمنين وصالح الإخوان. وصلاة ربي والسلام على النبي أوصى ببر الأم والإحسان. وكذاك آل والصحاب جميعهم آباؤهم بروهم بجنان. وكذاك آل والصحاب جميعهم آباؤهم بروهم بجنان.